اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من الاخبار على طريقتنا. اليوم حلقه مميزه لانه مخصصينا للاحتفال بعيد الام. ينعاد على كل ام وكل سنه وانتم بخير. بهيدي المناسبه محضرين لكم غنيتين، غنيه منشوفها ومنحضرها مع بعض باخر الحلقه، وهلا اغنيه امي كم اهواها عملنا لكم اياها على طريقتنا ومنحضرها مع بعض. أمي كم أهواها، أشتاق لمرآها وأحن لألقاها وأقبل يمناها. أمي هي نبع حنان، أمي بيت الرحمن، والروح كما الريحان أتعطر بجدال. أمي هي نبع حنان، أمي بيت الرحمن، الروح كما الريحان أتعطر بجدال. أمي أهواها، أشتاق لمرآها وأحن لألقاها وأقبل يمناها. أمي هي أحلى الحور، يبدو في الوجه النور. أمي فرح وسرور وضياء يغشاها. أمي هي أحلى الحور، يبدو في الوجه النور. أمي فرح وسرور وضياء يغشاها. الأم نبع من الحنان. الأم شعور غريزي، يعني مش شيء بتتعلمه أو بتكتسبه أو فيك تعلمه، هو غريزي. بعدين الأم فيك تهينة، فيك تزلة، فيك تجرحها، بس إذا بتقول كلمة واحدة غلط لأولادها بتتحول لوحش كاسر. الشعور بالأمومة شعور دنيوي مش شعور إنساني، يعني فيك ما تكون إنسان بس تكون أم. أرنب وحية، أرنب وحي، إذا علقوا مع بعض، إذا تخانقوا، مين ممكن يكسب؟ أرنب وحي، إنه ما بده كتير منطق يعني. بس اللي ما عملي تحسابه الحي إنه الأرنب أم عم بتدافع عن أولادها. مو كنت لنا مامو يندفع دولنا ليري مامو ناقوم الأم مستعدة تعمل كل شيء لأولادها، مستعدة تشتغل كل شيء لأولادها، تشتغل خادمة، تشتغل عاملة نظافة، ما عندها مشكلة، مثل هالأم المغربية اللي بتشتغل عاملة نظافة لتقدر تربي أولادها.
السلام عليكم. سميتني سناء، عمري 25 سنة، كنخدم عاملة النظافة. انا اللي كنكسي ولادي، انا اللي كنديهم للمدرسه، كنقريهم، كنخلص عليهم الروض، يعني انا كلشي، انا مني كلشي عندي. هذه الخدمه هذه احسن ليا من هذيك حاجه اخرى. انا مفتخره بهذه الخدمه هذه، وتنقول واخا انا زوينه بالعكس بسوالي ها. هدف كل ام تعمل من ولادها شيء عظيم، كل ام بتتعب لتعمل ولادها شيء عظيم بالمجتمع، وهيك امهات بيستاهلوا جوائز، بيستاهلوا كادويات. ونحن ببرنامجنا اخترنا لكم كادو ضروري تهدوه لامكم بعيد الامهات. شب شب بيركن وحده. شركة نيسان عملت للأم شبشب بيركن وحده. يعني هلا أمك بتشبقك بالشبشب من أول الأوضة لآخرها، عرفت كيف؟ أنت بتاكل نصيبك، بعدين مش مفروض يضيع الشبشب والأم من بعد ما ضربتك يا حرام تقعد تركض هيك وتحت التخت وتنزل تحت السرير وتدور على الشبشب. خلص بتضربك، أنت بتاكل اللي فيه النصيب، بيقع شبشب على الأرض بيروح عند الست الوالدة. الام دايما عندها طرق صارمه لتربيتنا، ودايما بيحطوا قوانين علينا، بس نحن الاولاد خيي بضل عنا اساليب معينه نحتال فيها على القانون. تفضلوا شوفوا هيدا الولد. امه منعته يدخل التابلت على المطبخ، ومنعته ياكل برا المطبخ، فهو بهالوضعيه نايم على ارض المطبخ وعم ياكل بس حاطط التابلت بالصاله. نعم نعم، شو بدك تقولي له يا ماما؟ قد ما كنا الشياطين نحن وصغار، بالنهاية منحبك وكبرنا على حبك. وأيمن نزل على الطريق ونزل على الشارع وطلب من كل شخص قابله يتصل بأمه ويقلها بحبك على اللاود سبيكر. شو كان جواب الأمات؟ خلونا نشوف مع بعض. ألو؟ أيوة سيد. أيوة مام. أنا بحبك قوي. بحبك قوي. كذبوا والله يا عم. مش ترد يا جدعان، اكلم له قوي. عيد الام، هكلم ابوك تقول له ايه؟ اقول له بحب امي. انا بتصل بيك اقول لك بحبك والله. هو انا بتصل انت عملته ولا والله بتصل بيك اقول لك بحبك في ايه يعني؟ ما فيهاش حاجه والله. بتصل بحبك. اه شفتي انا ايه؟ اه شفتي. والقريب شيطان. حرمش منك ولا من حبك؟ ربنا يخليك يا ايوه ده منافق. والله انا عارفه يا ابني من غير ما تقول لي يا حبيبي. والله ليه ياما كده؟ طب بتفتحيني قدام الناس ليه؟ طيب ليه؟ والله بحبك. ماشي. بس انت فين؟ في الجامعه. الجامعه؟ اه ماشي. طب بتحبيني؟ لا، ابعت لي النتيجه على الواتساب. طيب. ايوه ايه يا ماما؟ بحبك. طيب بحبك يا ماما والله. ربنا يخليك لينا. اه يا حاجه. اه كاتب بحبك يا امي. هقول لك على حاجه مهمه. ايه؟ ان شاء الله. انا بحبك يا حاجه. اي لاف يو. وانا اي لاف يو تو يا حبيبي. الله يخليك يا حاجه. الو الو الو. ايه يا ماما؟ ايه حبيبي، عامله ايه؟ كويس الحمد لله. انا بحبك قوي يا ماما. وانا بموت فيك، ربنا يخليك ورجعنا معكم بعد البريك. بعيد الأمهات معظم الأبناء اللي زعلانين من أمهاتهم هن اللي بيصالحون. اليوم أنا حالة فريدة من نوعها، الأم هي اللي داعي ابنها على صلحها.
مش عارفين شو صاير. تنعرف أكتر منتابع هيدي الحلقة من برنامج المشاكي سلائيم. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من المشاكي سلائيم. حلقة جديدة اليوم وقلوب جديدة زعلانة من بعض. ليش زعلانين؟ ليش زعلانين؟ ما بنعرف. نحن همنا بالبرنامج إنه نصف القلوب ونصلحهم ونقربهم من بعض. بحلقتنا اليوم معنا السيدة هلاك. السيدة هلاك عندها مشكلة مع ابنها. ابنها زعلان منها. ليه زعلان منها ابنها؟ مش عارفين. سيدة هلاك شو القصة؟ ازيك يا أستاذ زير داحي؟ الحمد لله. والله أنا مش عارفة مالي الولد أرضي إزاي؟ يعني بجد حسسني أنا سبب كل مشاكله في حياته. معني أنا بدعيله بس، والله بدعيله بس. طولي بالك سيدة هلاك، خلينا نفهم شوي من ابنك أيسر شو اللي صاير ونرجع لك. طفوا لنا النور على السيدة هلاك. أيسر شو الأخبار؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله تمام. أيسر يا حبيبي، أنت معنا اليوم ببرنامجنا بالمشاكي سلائيم. في حدا دعيك على البرنامج، هل عندك شك مين ممكن يكون داعيك؟ يكونش عم حنفي؟ عم حنفي؟ مين عم حنفي؟ شو مشكلتك مع عم حنفي؟ عم حنفي صاحب القهوة اللي أنا قاعد بقعد عليها. آخر مرة نصب عليا في ربع جنيه وأنا حلفت يا إما يديني ربع جنيه يا إما كسر له القهوة. ما أحب يسيب حق لحد أبدا. الحمد لله يا رب. الحمد لله. مش عم حنفي يا أيسر. يبقى الولا استرساوي؟ اسمه ايه؟ الولا محمد السرساوي. اصل اخر مرة لعبنا بلايستيشن، لعبنا على عمار، لعبنا على فلوس كتير، والولا ابن اللذينة اداني بدراع بايز ونصب عليا في الفلوس، وانا حلفت يا اما اخد مني الفلوس يا اما اكسر القهوة على عم حنفي برضه. انت عميق كتير. عميق يعني الحمد لله. ليك رح حيين عليك وعلى المشاهدين قبل ما يغيروا القناة. اللي دعاياك واحدة ست، امرأة سيدة، تكونش البت سوسو؟ اخر مره قربت عليها كده وكنت خلاص هبوسها، قالت لي لا 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 ابعد عني، اصلي مش غسله اسناني. تكونش البت غسلت سنانها يا خيي؟ مش وجاي عشان ابوسها؟ مش يا حبيبتي يا سوسو يا خيي. مش سوسو. سيده سياسيه. سيده سياسيه رح تدعيك ليه على البرنامج يا ايسر؟ مين انت؟ شو تقول لك يا حبيبي يا ايسر؟ ما هو سيده تبقى سياسيه. سيده سياسيه يا خيي. امراه كنت تنام على صوتها. أمينة؟ مين أمينة؟ أركب الحنطور واطحن أمك. طب ليه قلة الأدب دي يا أستاذ يرتاح؟ أمك أيسر. ليه قلة الأدب؟ طيب يعني أمك اللي دعياك على البرنامج. أمي ودعياني؟ أبوس إيدك. بلاش نعوتك، بلاش نعوت أمي والنبي، والنبي بلاش نعوت أمي. حبيبي معلش معلش، بلاش نعوت أمي. نعم. شو بك يا أيسر؟ شو في يا حبيبي؟ يا خيي قبل ما نبلش نحكي اول شيء بتحب ننور النور على الست الوالده ونحكي مع بعض؟ ماشي. برضو ست كبيره ما يصحش منور. نور اكيد. نور جواب نهائي. قصدي يعني انه خلاص اكيد. اوكي يلا. مش مشكله. نوروا لنا النور على السيده هلاك. ست هلاك يحو ابنك ايسر، ونحن هون بدنا نجمع القلوب ببعض. نحن بدنا نجمع القلوب، هيدا البرنامج نحن بدنا نجمع فيه القلوب. بدنا نفهم شو في، شو صاير. أيسر قلنا شو في بينك وبين الست الوالدة؟ متضايق لي يا ابني، ربنا يفك دقتك يا رب. لا يا امه، يا امه كفاية كفاية يا امه كفاية. مش انا. طيب اسمع خد. طيب يا ست هلاك مش قادر كتير ابنك يحكي، فهمينا شو اللي صاير. والله الموضوع بسيط جدا. انا بدعي له يعني، بيقول انا دعوتي انا بتخرب بيته. في حد ام ممكن تدعي ابنها انه يخرب حياته؟ ربنا يا دايما بدعي له من كل قلبي، ربنا ينور لك طريقك يا ابني. والنبي والنبي سكت كده. والنبي والنبي خايف. شو النبي؟ طب انا راضي ذمتك، انا راضي ذمتك وسير الريح. يعني جت في مره بتقول لي اله يا ربي نجحك. عارف المشكله في ايه؟ ان هي يعني تسكت. مين يسكت؟ تقول إله يا ربي نجحك وتسكت. هنبسط والله، هنبسط بالدعوة يعني. لكن تقول لي بقى إله يا ربي نجحك وتقوم هوب رزعة وراها ويديك على قد تعبك. شلت خمس مواد. طب جت في مرة ثانية قالت لي إله يا رب يا رب يا رب، قالتها ثلاث مرات، قالت لي يا رب يرزقك. الحمد لله. ويديك على قد نيتك. وانا نيتي سودة. معلش 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 معلش. فهمت شو المشكلة، فهمت شو المشكلة. طيب سيدي هلاك، طيب
شو مشكلتها هالصبي؟ ليه ما بتهدي شوي عليه؟ والله ظلمني ومش عاجبني اصلا الفتره اللي فاتت كلها، والله قاعد في البيت مش عايز يخرج بره الاوضه، مش عارفه ماله، انا مش فاهمه ليه ما بيطلعش حتى مع اصحابه. ربنا ما كانش مدينا اكتر من الصحاب، بدل الواحد ألف ألف يا استاذ يرضيحي. جت في يوم قالت لي الهي ربنا يوقف لك ويبعد عنك ولاد الحرام. ما عاد عنده ولا صح، ما عاد عنده ولا صح، ما سبتيش ابن حرام واحد. خفي خفي على الصبي شوي، خفي على الصبي يا ست هلال. والله انا ان شاء الله باذن الله يعني انا بدعي له من كل قلبي، ولا حتى الامور كلها هتتصلح، يا رب اشوفك عريس يا ابني. مبروك مبروك مبروك، مبسوطة؟ اه طبعا. يعني يا ست هلال ما بعرف، دعي له دعي له دعي له اعطيه يا رب يا رب، يبقى عنده برنامج زي برنامج بتاعك انت بالظبط يا استاذ يرداحي. قلت لك مالش دعوه بدوري. ربنا يسعدك يا ابني يا رب، يا ابني يا ابني بدعي لك يا رب بس 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 بدعيكم والله بدعيكم. اقعد مصالحكم على بعض. انا عملت حاجه غلط؟ خلاص يلا. ظلمني والله ظلمني، انا كنت على امل امه لايسر ما تدعي له انه ياخذ برنامجي الاخبار على طريقتنا. بريك ومنرجع. رجعنا معكم بعد البريك، وهلأ رح نستضيف باستوديو على طريقتنا دكتور سناء نور الأمل. دكتور سناء أهلا وسهلا فيك. دكتور سناء نور الأمل، حضرتك دكتور في علم الاجتماع ورئيس جمعية حقوق الرجال وعضو لجنة يا رجال العالم اتحدوا وأدمن صفحة أحلى رجالة ولا إيه، ومؤلف كتاب الأم مدرسة والأب مؤسسة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا أستاذ. يعني يا ريت فيك تخبرنا بس عن نوع الدكتوراه بعلم الاجتماع. اولا لازم نعرف يعني ايه اجتماع علشان نعرف يعني ايه علم الاجتماع. الاجتماع ده حضرتك يعني بيبقوا اكتر من شخصين قاعدين مع بعض، بيسلموا على بعض، بيتكلموا مع بعض، ده اسمه اجتماع. ومن هنا جه العلم بتاعه، لانه مذكر ما ينفعش نقول عالمه او علميه او اي حاجه فيها ه او ت مربوطه، اسمه علم. وده انا اخدت فيه دكتوراه، ما اخدتش فيها. دكتور سناء، شو هي جمعية حقوق الرجال اللي انت اسستها وشو الهدف منها؟ دي جمعية انا اسستها. نعم. عليك مش عاجبك الكلام ولا ايه؟ لا بالعكس انا مبسوط، عايز انتمي. طبعا. دي جمعية أنا أسستها علشان أعرف الرجالة إيه حقوقهم، حقوقهم اللي اندثرت واتحرقت وانتحرت وانتهت في ظل بوتقة سيطرة المرأة على منافذ ومخارج ومداخل كل حاجة في العالم. أنت عارف حضرتك دلوقتي أولوية الحقوق بره عاملة إزاي؟ الأولوية الأولى للطفل، ثم المرأة، ثم الحيوان، ثم الرجل. إزاي؟ إزاي؟ عندك حق. طيب بالنسبة لبيج أحلى رجالة ولا إيه؟ دي بيج على اسم الإفيه جميل اللي صوت على الناس بس مش أكتر. وحضرتك أسست البيج؟ حضرتك يعني فتحت البيج ليه؟ مفيش ماما، أنا وماما قاعدين فقلنا نلم الرجالة الحلوين ولا إيه؟ فعملنا بيج اسمها أحلى رجالة ولا. طيب شو بعد عامل؟ كتاب الأم مدرسة والأب مؤسسة، أول كتاب ليك تعمل؟ لا! ده مش أول كتاب حضرتك أنا كتبته، أنا أول كتاب كتبته كان مهم جدا وعمل مبيعات رهيبة قوي، اسمه مهما روحتي ومهما جيتي أنت أخرج أكلتي وشخصي. طيب يا خي أنا ليه جبتك؟ أنا جبتك خي اليوم حلقة عن عيد الأم، إيه؟
ركز عيد عيد الام الام الحلقه عيد ماما ايه عيد مامي ايه حبيبي خلي لك اياها بدي اسالك بس شو بتعني لك الام يعني انه حضرتك عم تجيب اسم الام مدرسه بحب اعرف منك بس كيف الام مدرسه ماما أيه. ماما مدرسه وحتظل مدرسه وانا لسه عايش وما تخرجتش من المدرسه تعرف هيك ان انا قاعد مع ماما لسه لحد دلوقتي انت فاكر ان كل الانجازات اللي انا عملتها والدكتوراه والعقليه العلميه المعمليه الفزه اللي انا وصلت لها دي كان ممكن تيجي نتيجه ان انا ممكن اكون عايش مع واحده تانية غير ماما 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 دي كل حاجه ثانيه واحده فين ماما طيب دكتور سنة احنا اصلا ما بقى كتير معنا وقت لانه تاخر الوقت اصلا علينا وين تاخر ايه الساعه كام الساعه كام الساعه كام يا نهار ابيض عايز تستني انا لازم اتحرك حالا معلش لازم اتحرك حالا عشان ماما مستنيه مش خد خد الورق باي 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 ماما ماما وهيدي كانت حلقتنا لليوم بس قبل ما ننهي حلقتنا بدي وجه تحية تحية لكل أم ابنها متغرب وبعيد بتصلي وشايلة هم ترجع وتشوفه من جديد تحية لكل مرة زوجها طلقها ومشي ترك ولاده وراه وقال له اشتغلي وصرفي تحية لكل أم بتتعب وما بتقول أي تحية لكل أم لعب دور الأم والبي تحية لأم شهيد ابنها مات بالحرب عسكري كان أو عميد ويمكن مات من غير ذنب أصعب شي بهالدنيا أم تدفن ابنها وبعالمنا العربي من الدفن والعزة تعبنا الحروب ما بدها تخلص والزعمة ما بدهم يفلوا يمكن الشعوب تخلص والزعمة على الكرسي يضلوا الحرية كلمة كبيرة دوقتنا زوم المر إن شاء الله ما تطول السيرة وتصبحوا عوطن عربي حر أنا قلت أقطف لك وردة أقطف لك أجمل وردة أنا قلت أهدي لك عمري برضو عليك شوية أنا قلت أقطف لك وردة أقطف لك أجمل وردة أنا قلت أهدي لك عمري برضو عليك شوية مش عارف اقولك ايه في عيدك ما كفاية يا عمر اني حبيبي مش عارف اقولك ايه في عيدك ما كفاية يا عمر اني حبيبي وكفاية عليا انك عايشة وياي على طول انا عايز اعيش عمري معاكي وانسى الكون وانا وياكي حضني حبيبتي حبيبتي يا أمي أنا قلت أقطف لك وردة أقطف لك أجمل وردة أنا قلت أهدي لك عمري برضو عليك شوية